أوكي طلاب، خلينا نكمل الجزء الثاني. طبعا في هذا الجزء راح نتحدث عن هذه النوتيفيكيشن اريا، او اللي موجود عندي مثل ما تلاحظ قدامي. هذه هي اللي موجود عندي، اللي هي تحتوي على بيبل، تحتوي على شو ايكونز او شو هيدن ايكونز ان بوتوم، وتحتوي على مجموعات او تفاصيل اخرى. فهذا اللي راح نتحدث عنه، بالاضافه الى تحتوي على نتورك وغيرها من التفاصيل. طبعا مثل ما تلاحظ، هذا اللي هو ايضا قلنا التاسك بار يحتوي على العديد من التفاصيل، اللي هي من ضمنها هذه المجموعه. فخلي اظهرها لك حتى تكون واضحه يمك. لاحظوا وياي هنا، هذه هي البيبل اللي هم فرضا اقدر اضيف اسماء اشخاص حتى اقدر اوصل لهم بسرعه. فلاحظوا وياي هنا، انا اسماء موجود عندي بس نقدر نضيفهم من الابس. اذا عندك مجموعه تطبيقات، واحد من ضمنهم الميل، فنقدر نضيف يعني مجموعة أشخاص حتى نقدر نوصل إلهم بسرعة. فهذه النقطة واحد. أما شو حد الأيكونز إن البادن اللي هو وظيفته، هذه نوصل إلى مجموعة تطبيقات، واللي لاحظ وياي تحتوي على مجموعة من الأبس كذلك، وكذلك لاحظ وياي من ضمنها النتورك، أقدر أوصل إلى كونكشن للنتورك، أو فرضا عندي الساوند، فرضا هذا الاوديو، او فرضا عندي الى اخره، عندي الوقت والتاريخ، وعندي الاكشن سنتر. فلاحظوا هذا موجود عندي الاكشن سنتر، اذا موجود عندي مجموعه مسجز، واحنا ماخذين هذه الى التفاصيل الاخرى اللي موجوده عندك. هذه وظيفه كل جزء، هذه احنا ماخذين. فلاحظوا يا هنا some of the apps that you will that you install on كمبيوتر such as مايكروسوفت وان درايف الى اخره، فكلها راح تظهر will display icons in the notification area. اغلبهم راح يظهرون عندك هذه الايكونز في النوتيفيكيشن اريا اللي هذه. The people icon راح يوضح لنا the people icon links to the people bar in the feature introduced in 2017. طبعا هذه الخاصية هي انتجت في 2017، ما لنا علاقة بها، بس وظيفته انه you can quick pin contacts from the messaging app. نقدر نضيف أسماء مباشرة من شنو عندك من تطبيقات، نقدر نضيف لها أسماء هنا موجودة عندي. The show hidden icons اللي هي هذه show hidden icons، وظيفة the bottom display a banner for notification icons that for apps rather than for windows and functions. طبعا هذه notification icons اللي هي للتطبيقات، مو خاصة بويندوز، هذه خاصة بالتطبيقات. يعني شكو تطبيق أقدر هنا نخليه بداخل هذه notification، بداخل هذه النوتيفيكيشن. The standard windows notification، لاحظوا هذه standard windows notification، notification خاصة ب windows وغيرها. Icons provide access to the network and the sound setting. App operating system notifications، فهذه تظهر لنا شنو الخاصة بالتطبيقات الويندوز، مثل sound، مثل على سبيل المثال network، أو فرضا غيرها من التطبيقات اللي خاصة بتطبيقات الويندوز. Action Center icons in an open at the Action Center which provides a quick access to messages notification. هذه اللي هي Action Center اللي ذكرناها بالمحاضرة السابقة، اللي توصلنا سرعة أو سهولة الوصول إلى للعديد من المهام من خلال هذا الأكشن سنتر. أوكي، فلاحظ هنا وياي هذا الأكشن سنتر، لاحظوا هنا يحتوي فرضا على سبيل المثال مجموعة من النوتيفيكيشن أو هذه، فنقدر نظهر اي نوتيفيكيشن مسج الخاصه بهذه النوتيفيكيشن. هذه طبعا هو منطيناها بالتفصيل هنا موجوده عندي. لاحظوا هنا كذلك التايم اند ديت ديسبلاي، الوقت والتاريخ اللي يظهرون عندنا. فلاحظ هنا بمجرد انه نضغط على الوقت والتاريخ ونقدر نكمل اعداداتهم او نسوي سيتنج للوقت والتاريخ. The narrow bar and at the rightmost end of the task bar، هذه اللي جهة اللي موجودة على جهة اليمين، هذا لاحظوا وياي هذا الشريط الصغير اللي هو لاحظوا هنا موجود على هذا الشكل، هذا الشريط الصغير اللي هو بالنهاية show desktop bottom، اللي وظيفته انه بس اضغط عليه انه اقدر اخفي او اظهر كل الايقونات اللي حاليا موجودة او فاتحة، او انه بمجرد شنو بس تخلي الماوس عليه راح يخفي الايقونات، بس توخر الماوس راح شنو تظهر الايقونات مرة ثانية. فهذا هو اللي هو النرو بار ذن ات ذا موست اند اوف ذا تاسك بار ان ذا شو ديسك توب ان بوتوم، حتى يوضح لنا او
يغلق أو ينزل التطبيقات أو يخفي التطبيقات أو يظهرهم. To search for the content of the computer. طبعا حتى نبحث عن search، أنا أريد نسوي search على سبيل المثال for control panel وغيرها فرضا. فلاحظوا تظهر عندي اللي أريده، أو فرضا أريد أبحث فرضا على الوورد، أو فرضا أبحث على أكسل فغيرها من التطبيقات. شنو راح يصير عندي؟ مباشرة بالبحث أقدر أحصل على التطبيقات اللي أنا أريدها من خلال السيرش. فلاحظوا أما كليك on the tab or tab in the search box، يعني بمجرد أن نضغط على tab هذا السيرش بوكس، أو press window keys the windows logo key، هذا بمجرد أن نضغط على الويندوز لوجو. أيضا نقدر شنو نقدر نسوي بحث أنه مباشرة يظهر عندي هذا السيرش بوكس بعد، او نقدر نبحث على التطبيق اللي يعني. طبعا ايضا عندي التاسك فيو تو ديسبلاي او هارد تاسك فيو، هذا انه هو التاسك فيو اللي موجود عندي. لاحظوا بمجرد انه نضغط على التاسك فيو نقدر نكون فيرتشوال ديسكتوب، يعني صار عندي ديسكتوب واحد اقدر اسوي ديسكتوب ثاني. فلاحظوا هذا الديسكتوب الاول، هذه النوافذ اللي مفتوحه بداخله، اما الديسكتوب الثاني ما موجوده نوافذ بداخله. نقدر نفتح على سبيل المثال نقدر نفتح انه هذه صار عندي ديسكتوب تو ديسكتوبس، هذا الاول هذا النوافذ اللي بداخله هذا وهذه، وهذا الثاني وهذا النوافذ اللي بداخله. نقدر نغلق النوافذ بمجرد انه شنو نضغط على هذا الاكس. ايضا نقدر ننتقل هنا ونضغط او نفتح نوافذ حسب اللي احنا نحتاجه. ايضا نقدر نلغي هذا الديسكتوب يعني ما احتاجه، وهكذا يعني اكو تطبيقات بداخل كل ديسكتوب فيرتشوال ديسكتوب. فهذه هي to manage windows in the task view to close in a file or app and then point to the thumb panel، يعني بس مجرد انه قلنا نأشر عليها ونقدر نغلق النافذة اللي موجودة بداخل الديسكتوب المعني. هذه ايضا قلنا show or hide in the icons، انه مجرد انه نضغط على هذه راح نصير hide او show desktop. والاكشن سنتر ايضا اخذناه، الاكشن سنتر اللي هو to manage messages in the action center، حتى الرسائل اللي تظهر عندي بالاكشن سنتر. اكشن سنتر هذه انا ما عندي رسائل حاليا. to preview message content حتى نشوف شنو محتوى هذا الرساله، نضغط على السهم اللي موجود بصف هذا الرساله. لاحظوا هذه موجوده في السهم، نضغط عليه نقدر نفتح هذا الرساله، او نقدر نضغط على سبيل المثال هذا الاكس اللي موجود عندي حتى نقدر شنو نسيت هذه المسجز المسج اللي موجود عندي. فهذا اللي هو كيفيه manage messages in the action center او open وغيرها من الامور. فلاحظوا هنا ايضا عندي بعد عندي كورتانا اللي هي الوسيله المساعده اللي موجوده عندي هنا، مشابهه الى سيري، انه اقدر اضغط هنا واقدر اسوي سيرش يعني هسه. بس شنو تحكي لازم وياها بالانجليزي حتى شنو تفهمك سيرش هنا speak to كورتانا. فنقدر نقول فرضا How are you? Great, thanks. What you can do for me? What you can do for me? I can tell you who your next meeting is with if you ask. No. Action movies. I'm sorry, but I can't help with that yet. Search for action movies. I found three results, including Tenet, Triple X, Return of Xander Cage, and Triple X. لاحظوا هنا من مجرد انك ابحثين على فد شيء انه راح فرضا تبحث عن اللي نحتاجه. على سبيل المثال Blood Pressure. According to Wikipedia.org, The Treasure is a 2015 Romanian film directed by Cornelius Vorboi, starring Toma Cuzin, Adrian Percurescu, and Corneliu Cosmin. لاحظوا لازم تكون شوي accurate هنا بالكلام حتى انه طلع عنا فعلا دقيق والى اخره. فهذه هي وسيله مساعده حتى انه تساعدك بالسيرش اذا تبحث عليها في موضوع معين.